السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ادنس تضاف للكروم تخليه يفتح ملفات اي اف سي بدون ما تحتاج ان انت تسيب برنامج معين على زي كده، هي مجرد بس الاداه ديت. فانا هاجي على الاداه ديت اللي هتلاقي الرابط اسفل الفيديو واقول له داونلود، هو بيبدا يضغط الملف ده عشان يعرف يعمله داونلود اهوت. اقول له اعمل لي داونلود، وبعد كده هختار الملف دوت واقول له فك لي الملف دوت. تمام، ده الملف ده اللي انا هبدا اشتغل عليه. محتاج بقى ان انا افتح الاكستنشنز، فهاجي هنا واقول له مور تول واقول له اكستنشنز واشغل الديفلوبر مود، وهاجي هنا واقول له لود ان باكت واختار بقى الملف بتاعي واقول له سيلكت فولدر، فيبدا يرفع لي الادنس دي اللي اسمها اي اف سي دوت جي اس جافا سكريبت فور جوجل كروم. دلوقتي ابدا اصغر دي كده، هنشيل خط، هشغل الاكستنشن اهيت، فيبدا يشوفه زي ما نفع يفتح عادي، وبعد كده يبدا يفتحه. فيظهر معاه بالشكل دوت، تقدر تعمل زوم، تقدر تشوفه بشكل سهل وبسيط، تقدر تلف حواليه بالشكل دوت.